عاوز اعرف من حضرتك ايه انواع الاسمده اللي بتقدموها وبكام؟ بالنسبه اللي عندنا اسمنت صال ب سوبر فوسفات محبب 12.5 سوبر محبب فيركيم، ده عامل 1700 جنيه للطن. تمام، عندنا اسماد سوبر الناعم فيركيم بالمغنيسيوم لسه منزلين الاسبوع اللي فات. تمام، ده 5% بالنسبه للمغنيسيوم. بالنسبه للبي 2O5 12%، ده عامل 1410 جنيه للطن. تمام، عندنا برضو حامض فوسفوريك 75%، ده 9500 جنيه للطن قابل الزياده. عندنا برضو حامض فوسفوريك 85%، ده صفاته مشابهه لصفات الاردني. نسبه البي 2O5 فيه يعني تتراوح من نسبه من 55% ل 60%. تمام، ده سعره عامل 10450 قابل الزياده جنيه للطن. تمام، عندنا باور جولد ال ان بي كي باور جولد 19، ده ال 19 عامل 12250 جنيه للطن ده قابل للزياده برضو. عندنا باور جولد 6643، تمام، ده عامل برضو 12000 جنيه للطن قابل للزياده. بالنسبه للاسعار اللي هتبقى الاسبوع اللي جاي لسه الشركه هتحددها. تمام، عندنا باور جولد 10/50/10، ده عامل 17195 قابل للزياده. عندنا باور جولد 15/30/15، ده برضو عامل قابل للزياده، برضو ده عامل برضو في حدود 15165 او 15190 في الحدود دي. تمام، لسه قابل للزياده، لسه السعر النهائي ما اتحددش يا فندم. تمام، عندنا تاني بنستورد بقى ماب صيني. تمام، ده عامل 15000 جنيه للطن. تمام، عندنا سلفات زنك 33%، ده في حدود 25000 جنيه للطن. عندنا برضو سلفات مغنيسيوم محبب 13%، ده عامل 5.5. تمام، عندنا برضو يوريا فوسفيت. تمام، ده برضو في حدود اللي هو ال 15 او ال 25000. تمام، في الحدود دي احنا ممكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنوفي حضراتكم برضو بالاسعار الكامله بالاسعار المحدده، ونتابع مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله ان يكون في لسته بالاسعار ولسته بالانواع ان شاء الله باذن الله كلها، ونقدمها لحضراتكم باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله.